السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي غنشوفوا فيه واحد الظاهرة مهمة وخاص كل شيء يكون عارفها، اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري. اون فرونسي كنقولوا لها لو ريشوفمون كليماتيك، اون انجلي كنقولوا لها جلوبال وارمين. دونك الأغلبية كيتسائل شنو هي هاد الظاهرة هذه ديال الاحتباس الحراري. مزيان، توكور ظاهرة الاحتباس الحراري بكل بساطة هي ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض. دونك ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض. شنو هو الأسباب ديال هذا الارتفاع ديال درجة الحرارة على سطح الأرض؟ الأسباب بسيطة، الأعمال اليومية ديال الإنسان كتعطي مخلفات، وهاد المخلفات هادو كيلوثوا لينا البيئة ديالنا. وشنو هاد المخلفات؟ يعني لي مويان دو ترونسبور، ملي كناخدو لي مويان دو ترونسبور كومين باغ اكزومبل، كنلقاو ان لي مويان دو ترونسبور كيعطيونا واحد الدخان، وكنعرفو ان هاد الدخان هذا هو المونوكسيد دو كربون. مزيان، كاين مشكل ديال مطارح النفايات، المطرح ديال النفايات. اللحظه اللي كنطرحو فيها النفايات، السبيل الوحيد باش نتخلصو من هاد النفايات هي الحرق ديالها. دوك الحرق ديال هاد النفايات كيعطيونا مجموعه ديال الغازات السامه اللي كترتفع في الجو. المعامل، هادوك لي كانال ديال المعامل كيخرجوا لينا مثلا دخان. هذاك الدخان فهو كيكون تري اسيد، كيكون حمضي بزاف. لي شوميني ديالنا مثلا كنديروا واحد في الفتره ديال البرد كنديروا نخدموا لي شوميني، وهذوك لي شوميني كيكون واحد البروباغاسيون ديال الدخان. الوغ باش كنوسعوا المجال الحضاري ديالنا كنقطعوا الغابات، باش يعني نديروا مثلا مجمعات سكنيه ايتترا، كنقطعوا الغابات. وكنعرفوا ان الغابات هي اللي كتعطينا لو ديوكسيجين. ديوكسيجين اللي ايسونسييل بوغ لا ريسبيراسيون، يعني كيساعد يعني في التنفس ديالنا. حنا نرجعوا لهاد النقطه ديال قطع الغابات وشنو هما الاضرار اللي كتنتج عليها. ابخي قلنا هادو هما عوامل. شنو كيوقع في لونفيرونمون؟ كيوقع واحد لا بروباغاسيون ديال واحد لا موليكول في الجو. هاد لا بروباغاسيون ديال هاد لا موليكول في الجو، شنو هي هاد لا موليكول؟ هي الديوكسيد دو كربون، هي ثنائي اكسيد الكربون. ثنائي اكسيد الكربون هي واحد لا موليكول اللي فيها لو ديوكسيجين وفيها لو كربون. هاد لا موليكول هادي كنلقاوها بارتو، واللي كيخلصنا من هاد لا موليكول هادو هما الغابات. لان الغابات كما كنقولوا في لا فوتوسينتيز، العمليه ديال التركيب الضوئي، هاد الغابات هادو ولا الاشجار بصفة خاصة il absorbe هاد لو سي او 2 و il nous donne لو ديوكسيجين. يعني كيمتصو لنا الثنائي الاكسيد الكربون اللي باش كي يصفيوهما في لو ميكانيزم ديالهم، وكيعطيونا لو ديوكسيجين. هذاك لو ديوكسيجين هو اللي كيعطينا لا ريسبيراسيون. دونك كل ما كانت المساحه الخضراء كبيره، كل ما كان عندنا بلو دو ريسبيراسيون. مزيان، الوغ اللحظه اللي كترتفع فيها هاد النسبه ديال السي او 2 في الجو، شنو كيطرا؟ كنعرفوا لو سيكل دو لو، دوره ديال المياه. دوره ديال المياه كيكون عندنا يون سولاي، وكيكون عندنا يون سورس دو لو، يعني واحد المصدر ديال الماء، وكتوقع واحد لو ريشوفمون، واحد مثلا هادوك لي غايون ليمينو يل فون اي فون ايفابوري هذيك لا كونتيتي دو لو كي سو تروف دون dans un bassin ou bien dans une rivière ou là dans un lac. هذاك البخار ديال الماء اللي كيطلع الى كومباني افيك لوي هاد لا موليكول ديال سي او 2 كيدي معاه لا موليكول دو سي او 2. وكنعرفوا انه هذاك البخار ديال الماء ما يمكنش يحبس الا وخصو يلقى واحد المنطقه اللي هي بارده، اون زون اللي هي كتكون فخواد. اللحظه اللي كيلقى هذيك المنطقه البارده كنقولوا
يتكاتف il se condense داك البخار ديال الماء يتكاتف الوغ اللحظه اللي كيتكاتف فيها داك البخار ديال الماء راه دا معاه لا موليكول ديال السي او 2 كيتكاتف كيجي الريح يعني ينقلو من كينقل داك هو كيتكاتف عن طريق السحاب ومن كيجي الريح كيدي ديك السحاب لواحد المنطقه وديك الساعه كيهبطوا من الامطار هادوك الامطار في حد ذاتهم هما امطار حمضيه كنقولوها اون فرونسي دي بلويز اسيد امطار حمضيه ما معنى حمضيه يعني الدوغري داسيديتي درجه الحموضه ديالها مرتفعه اون ايماجين انه دوك الامطار الحمضيه كيطيحونا على واحد الحقول فلاحيه نفترض انه كيطيحونا على حقول فلاحيه او لبعض لي باسان باسان اللي كيكون فيهم الماء الخاص السقي او لدي باسان اللي كيكون فيهم تربيه ديال الاسماك اتسيتيرا كتشكل لينا يعني مثلا في دي باسان اللي كيكون فيها الماء كتشكل لينا واحد الطبقه خضراء هاد الطبقه الخضراء كنسميوها لي زالغ اللي هما الطحالب وهاد الطحالب هادو من كيتشكلوا ما كيخليوش لا بينيتراسيون ديال لو ديوكسيجين يدخل الماء يعني كيمنعوا لينا البينيتراسيون ديال لو ديوكسيجين ما كيقدرش يدخل الماء لانه كيشكل لينا واحد الطبقه واقيه بحال اللي كدير الماء في الزيت دونك هذيك الطبقه هذه ما كتخليش لو ديوكسيجين يدخل وما كتوقعش لوكسيداسيون مثلا الوغ الاسماك ديالنا كتعيش بلو ديوكسيجين اللحظه اللي كتقطع فيها لو ديوكسيجين اوتوماتيكمون الاسماك كيموتوا ندوزو لبارتي ديال البارتي ديال لاغريكولتور دونك دوك لي زيليمون فيجيتو ولا لي فروي ديالنا ولا لي ليغوم كيطيح عليهم داك البلويز اسيد شنو كيوقع كنشوفو لي فروي ديالنا ولا ليغوم ديالنا مضروبين فيهم واحد الضربات دونك هادوك الضربات اكوز ديال هادوك لي بلويز اسيد كليغ دونك هذا خطر من بين الاخطار ديال الاحتباس الحراري المشكل الثاني هو ارتفاع درجة الحرارة ديال الأرض كيفاش كتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض ندوزو هاد الموليكول نيت اللحظة اللي كتفاقم فيها هاد الموليكول في الجو كنمشيو لديك الطبقة ديال الأوزون شنو هي الطبقة ديال الأوزون هي واحد الطبقة في الغلاف الجوي هي طبقة من الغلاف الجوي وكنعرفو أنه الغلاف الجوي كيتكون من مجموعة ديال الطبقات تروبوسفير الميزوسفير الترموسفير ستراتوسفير هادو كاملين طبقات عندهم دور كبير في الحياه ديالنا لولا هاد الطبقات هادو ما كانتش غتكون الحياه على سطح الارض ومنهم هاد الطبقه هادي اللي كيتكون منها طبقه الاوزون كنعرفوا جميع ان طبقه الاوزون هي كتحمينا من الاشعه الفوق البنفسجيه يعني كنسميوها دي غايون اولترا فيولي كتحمينا كونتر لي غايون اولترا فيولي يعني اشعه فوق البنفسجيه شنو هما الاخطار ديال هذه الاشعه فوق البنفسجيه كنعرفوا انه يعني طبقه الاوزون كتصفي لينا الاشعه وكتخلي فقط الاشعه اللي صالحه للذات ديال الانسان وسبحان الله يعني كتلعب الدور ديال واحد لو فيلتر وهاد الاشعه اللي كيدخلوا لينا يعني الارض ديالنا هما لي فيتامين دي من بين الاشعه اللي زوينه لي فيتامين دي ديال الشمس وكتمنع دخول لي زولترا فيولي هاد لي زولترا فيولي الا مشاو حتى دخلوا لينا يعني لا سيرفاس ديال لا تيغ كيوقعوا كوارث كبيره من بينهم هاد الكوارث ديال ارتفاع درجه الحراره ديال الارض يعني درجه الحراره ديال الارض بحال اللي كتشد واحد الكاسخون وكدير فيها مثلا البوطه كتحطها على البوطه اوتوماتيكمون داك الماء كيسخن نفس الشيء الا مشات ارتفع درجه ديال دخلوا لي زيول ترافيولي الارض بزاف درجه حراره الارض كترتفع نشوفوا عامل اول ديال ارتفاع درجه حراره الارض شنو كينتج على هذا الشيء اول حاجه
من كترتفع درجة الحرارة الأرض كت يعني كتكبر، كلما كتتفاقم هاد السي او 2 كلما لو ترو دوزون كي يعني كيكبر، كلما لي غيون الترافيولي كيدخلوا. اهم حاجه اللي كتوقع هو انه ديك لي غيون الترافيولي كيقيسوا لنا في لابو ديالنا، كيقيسوا لنا في الجلد ديالنا. اللحظه اللي يقيسوك لي غيون الترافيولي في الجلد ديالك كيوقعوا كوارث وامراض اللي هي خطيره، من بين هاد الامراض هذه اللي هي سرطان الجلد. هذا اول مرض نقدر نصادفوها، وفي الحياه ديالنا راح نلقاوها. يعني الاغلب الا مشينا للمستشفيات المغربيه ولا العالميه كنلقاو امراض جلديه كبيره بزاف، ومن بينهم سرطانات ديال الجلد. هذه من ناحيه اولى. هذوك لي غيون الترافيولي اللي مشاو لنا الحقول الفلاحيه، كنحلوا مثلا لي طوماط كنلقاوها مضروبه من الوسط، كنلقاو فيها دي طاش نوار من الوسط. لي باتات يعني لي بوم دو تير لي فروي كنلقاوهم مضروبين. كنقول يعني ابطاغ لي بلويز اسيد كنلقاو دي طاش نوار. هذوك لي طاش نوار سو سون دي موفيز سيلول لي كيكونوا في لي فروي ولا في لي ليغوم ديالنا، وهادو من كتاكلهم راه اسباب ديال سرطان الدم راه هو هذا. يعني واخا تعيا ما تحضر راسك، تعيا ما تنقي، راه هذا هو المشكل ديال سرطانات ديال الدم. وما هاد الاشياء هادو اللي كناكلوهم واخا عارفين المصدر ديالهم، ولكن راه البيئه ملوثه ما عندنا ما ندير، وهذا هو هذا هو المشكل. المشكل الاخر، هذا المشكل الثاني، قلنا سرطان الجلد يعني كونتاميناسيون ديال لي فروي ليغوم ديالنا وكيعطينا سرطان الدم. ارتفاع درجه الحراره ديال الارض، اللحظه اللي كترتفع فيها درجه الحراره ديال الارض شنو كيوقع؟ مثلا شديتي واحد الكاسرون وحطيتي فيها الماء، يعني تخدم هذيك العمليه ديال لو شوفاج ديغون واحد 3 ساعات مثلا، داك الماء اوتوماتيكمون كيقل وما كيبقاش. دونك اللحظه اللي غيقل غيرتفع فيها درجه الحراره ديال الارض الماء كيقلال، دونك الريزيرفوار ديال لو كيولي قليل، يعني الخزان ديال الماء كيولي قليل في الكره الارضيه، وبالتالي اتولي الندره ديال المياه، الماء ما يبقاش كثير، غنوليو نتحاربوا على قطره ديال الماء. كليغ؟ دونك السدود ديالنا عيخواو، الابار ديالنا عيخواو، دونك غنلقاو دي بوك غنلقاو بوكو دو ديفيكولتي بوغ افواغ اون كونتيتي اون بيت كونتيتي دو لو. مزيان، اللحظه اللي كيقل فيها الماء كيوليو لي بلونت ديالنا سيش ناشفين، خصهم خصنا نرويهم بالماء. من اللحظه اللي كيكونوا فيهم لي بلونت ناشفين، اي درجه حراره كتكون ترتفع شويه ديال درجه الحراره مثلا 35 ولا 36 او لا 40، اوتوماتيكمون الحرائق كيبداو. دونك الحرائق من بين الكلمات اللي كنوجدوها في القران، يعني مشكل ديال الحرائق مشكل كبير. وكنعرفوا انه الغابات اكبر غابه هي غابه ديال الامازون، ومتابعها بالغابه ديال استراليا ودي دي بيتي فوغي اللي كنلقاوهم في ديفيرون باي. الوغ هنايا ان فوا تبدا الحرائق راه حتى شي دوله ما غادا تقدر انها تسيطر على داك الحريق، لانها كل دوله تبقى يعني ملاهيه مع الحريق اللي عندها يعني في المنطقه ديالها. وتصور معايا انه مثلا في ظرف 3 ايام 4 ايام كينشبوا يعني 20 حريق في 20 دوله. هنا كل دوله غتبقى تكافى مع الحريق ديالها وما تقدرش تسيطر على ديك الوضعيه. دونك هنا يولي واحد المشكل بيئي اللي هو خطير، و في ظل ارتفاع يعني في ظل تواجد الحرائق راه اوتوماتيكمون كي
تصعدوا غازات، وهذوك الغازات كيعطيونا سي او 2، والسي او 2 عاوتاني كتزاد هذيك يعني هذاك لو ترو دوزون كيتزاد المساحه ديالو، وهنا يولي واحد غتولي الكره الارضيه في واحد المحك اللي هو حقيقي، واحد المصير اللي هو حقيقي. دونك من بعد الحرائق كتولي كيوليو الجفاف ديال الارض، يعني الارض كتولي جافه، ومن كيظهر الجفاف يعني المحصول الزراعي كيولي نيل، ومن كيظهر من كيضعف المحصول الزراعي كتظهر المجاعه. المجاعه هي الندره ديال المياه وقله ديال التساقطات وضعف في الانتاج الفلاحي، هنا كيعطينا مجاعه. والمجاعه تقدر تقضي على العديد ديال يعني العدد كبير ديال الانسان على سطح الارض. من بعد ظهور المجاعه كيوليو امراض واوبئه، الامراض والاوبئه اللي من هادي شحال وحنايا كنعرفوهم، بحال الملاريا، بحال مثلا الكوليرا، ومجموعه ديال الامراض اللي اختفت ولا راه كاين في بعض الدول، ولكن عاد تعمم عاد تولي يعني متكاثره. ودو نو جوغ راه كاين بزاف ديال لي فيروس من مهور يعني من بينهم كورونا، جلادي ديال القرده، دونك بزاف ديال لي فيروس كنشوفوهم دابا حاليا، وهذه واحد لاسين اللي هي نيجاتيف يعني كي كنتوصلوا بها، وكتقول لك انه يعني الحياه على سطح الارض في المحك، اون دو رياجي، خصنا نديروا شي حاجه. دونك هذا مشكل كبير ديال قلنا الحرائق، من موراها قلنا المجاعه وظهور امراض واوبئه. الوغ بعد ذلك شنو كيطرى؟ يعني المياه من ما كتبقاش يعني في التربه كتشقق الارض، كتشقق عن طريق الزلازل، ومن كتشقق هذيك الارض كيطلعوا البراكين، لانه كتكون واحد اللافا في باطن الارض وكتلقى واحد المنفذ للخروج، هنا كيوليو براكين. والبراكين والزلازل مذكورين طامال دو فوا يعني في القران الكريم. من بعد المشكل الخطير فين كيكون؟ هو انه القطب الشمالي والجنوبي كيدوب. اللحظه اللي عيدوب فيها القطب الشمالي والجنوبي كنعرفوا انه اكبر نسبه ديال الماء كاين في الجليد. دونك نشوفوا البحار والمحيطات النسبه ديالهم قليله بزاف، ولكن القطب الشمالي والجنوبي فيه واحد النسبه ديال الماء اللي هي مرتفعه بزاف. وتصوروا ايماجيني افيك موا انه ديك النسبه كامله ذابت اوتوماتيكمون، البورسونتاج ديال الماء في البحار والمحيطات كيرتفع. وهنا شنو نحصلوا على اكبر تسونامي كتعرفوا البشريه. شفنا دي ميني تسونامي اللي داروا اللي وقعوا في مجموعه ديال البلدان، دابا هاد التسونامي هذا يكون خطير بزاف لانه الارتفاع ديالو كيكون كبير. نقدروا ناخذوا واحد ليكسبيريونس، ناخذوا واحد الكاسخول نحطوها في واحد الموقد نار، وكنديروا فيها واحد القطعه ديال الجليد في الارتفاع ديالها مثلا يكون فيه 1 متر، اللحظه اللي عيدوب فيها ديك الجليد كنلاحظوا انه واحد الوقت معين داك الكاسرونه عمرت، كانت خاويه وعمرت بالماء والجليد مازال ما دابش. شنو كيطرى؟ كيفيض داك الماء اوتوماتيكمون، كل ما كيذوب الجليد كل ما الماء كيفيض، نفس المشكل كيطرى لو ميم بروبليم. واللحظه انه من كيذوب القطب الشمالي والجنوبي كترتفع النسبه ديال الماء في البحار والمحيطات، وهذاك الشيء يدخل لنا الارض، الكوكب الارض ديالنا. وهنايا بزاف ديال الدول غادي ما يبقاوش على سطح الارض، من بينهم لي بايبا يعني الاراضي المنخفضه اللي كاين في هولندا والبرتغال ومجموعه ديال الدول في اسيا، وكاين مجموعه ديال الجزر حتى هي عاد تمشي.
دونك هذا المشكل هذا خطير. هنا نشوفوا واحد نزوح سكاني كبير، ناس كتعاني من الحرائق، ناس كتعاني من المجاعة، ناس كتعاني من الفيضانات. هاد الامور كامله غادا تحدث في واحد المده وجيزه. دونك هاد الامر هذا على المحك، وكنشوفوا بزاف ديال العلامات، بزاف ديال العلامات اللي كيبينوا لنا ان هاد الامر هذا يعني قريب بزاف. دونك كل ما كنديروا مخلفات، كل ما يعني كنعطيو المخلفات اللي كتلوث لنا البيئه ديالنا بواحد الوتيره مرتفعه، كل ما مثلا الاحتباس الحراري كيتفاقم، ونقدروا يعني نوضعوا الارض ديالنا في واحد المحك اللي هو حقيقي في اقرب وقت. دونك هذا المشكل هذا ما كاينش مشكل وما عندوش الحل، كاين حلول. ولكن اللي خصنا نعرفوا، اللي خصنا نعرفوا ان هذا الامر هذا هو اللي غيحدث، لكن كنحاولوا نقللوا شويه من هذه الاضرار ديال التلوث البيئه. نحاولوا، خصنا نحاولوا نقللوا شويه. انا كنعتبر صراحه، كنعتبر الاحتباس الحراري و التوسع ديال طبقه الاوزون بحالها بحال اون سيكاتريس، من كتوقع لك، من كيوقع لك واحد الجرح وكداويه، هذيك لا سيكاتريس كتبدا تلائم، هذاك الجرح كيبدا يتلائم كيولي اون سيكاتريس، كيولي واحد الجرح اللي هو. دونك هذا المشكل هذا عنده حل، والحل هو اننا نقللوا شويه من انبعاثات ديال الغازات، نقللوا شويه من انبعاثات ديال الغازات. وهاد الانبعاثات ديال الغازات كما قلناهم اللي هما لو ديوكسيد دو كربون، اللي هما الفابور ديال لو، اللي هما الغاز ديال الميثان، واللي هما الاكسيد النيتروجين، واللي هما الغاز ديال الاوزون، والغازات الكلور، وبزاف ديال الغازات، بزاف ديال الغازات السامه اللي حنا كنطرحوهم في الجو ديالنا. دونك هاد الغازات هادو خصنا نقللو منهم. دونك كاين حلول، والدليل هو انه في فتره الحجر الصحي باش يعني كان الانسان ما كيخرجش بزاف، راه لو ترو دوزون تراجع بواحد الوتيره اللي هي مهمه. دونك كاين امل، كاين امل اننا نرجعوا يعني الطاب، يعني نرجعوا داك لو ترو الاصل ديالو. و سي برسكو امبوسيبل، ما يمكنش يعني ان نطبقوا دوك الشروط كيف ما يجب، ضروري كيكون خروقات، ما يمكنش نطبقوا داكشي كما هو. الوغ داروا بليزيور كونفيرونس، بزاف ديال الاجتماعات، بزاف ديال التشاورات، ودرنا دي كوب، يعني كل عام كنديروا واحد لا غيونيون، مجموعه ديال الدول كيديروا اون غيونيون وكيناقشوا فيها شنو ممكن اننا نضيفوا ك وسائل جديده باش نتغلبوا على هذا المشكل ديال الريفشوشمون كليماتيك. من بين الحلول هو اننا نرجعوا المساحه الخضراء اللي عندنا. دونك كل ما رجعنا مجموعه ديال المساحات الخضراء، كل ما لا كونتيتي دو سي او دو يعني ديفلوبي كتقل، هذيك لا كونتيتي ديال ديوكسيد دو كربون اللي كتكون مطروحه في الجو بكميه كثيره كتولي قليله، لان الاشجار الكونسوم هاد لا موليكول هذه. هذه من ناحيه. دونك نديروا مجموعه ديال المساحات الخضراء في كل ريجيون، في كل حي، يعني تكون واحد المساحه اللي هي تكون كبيره. النقطه الثانيه هما انه دوك لي زوزين المعامل يبقاو ما ينسدوهمش، ولكن تكون واحد المصفات، واحد المصفات في الاعلى ديال داك الانبوب اللي كيخرج لنا الغازات السامه، تكون واحد المصفات، واحد الفيلتراسيون.
un système de filtration qui permet de filtrer les mauvais gaz qui sortent à travers le canal. L'ahda li ndirou fi hadak le système يعني هذيك المصفات كتخرج لينا فقط الغازات اللي ما كتشكلش خطر على الصحة ديال الإنسان. هذا من ناحية. المشكل الأكبر هو كيفاش نتعامل مع مطارح النفايات. دول متقدمة واعية بهذا المشكل هذا وكدير السيستم ديال الفرز ديال الغوسيكلاج. On doit recycler هادوك النفايات كاملة اللي كنستعملوها. دونك انا امون افي في كل حي يكونوا بزاف ديال لي بوبيل وكل بوبيل عندها واحد لو ميكانيزم ديالها. كاين لي بوبيل خاصين باللي ماتيير اورغانيك. وشنو هما لي ماتيير اورغانيك؟ هما دوك لي زيليمون اللي كنجبدوهم من دي زيتر فيفون كي ريسبير. مثلا les fruits et légumes, ce sont des matières organiques. Ce sont des plantes qui respirent. Des papiers. Des papiers, ce sont des matières organiques. Donc, les matières organiques, maintenant les fruits et légumes, le prix médial, nous ne savons pas. On va avoir des pays qui utilisent des matières organiques, qui ont une degré de chaleur. وكتطحن وكتعطينا دي زونغري. هذوك لي زونغري كتساعدنا في الفلاحه ديالنا. وهذوك لي زونغري كيصيفطوهم لنا يعني حنا كنستوردوهم بالاثمنه وحنا راه عندنا. يعني علاش ما نفكروش اننا نجمعوا هذوك لي ماتيير اورغانيك لي ديشي ديال لي فروي. حنا اصلا عندنا هاد الفكره هذه. يعني الناس القدام شنو كيقول لك؟ عندك واحد اون بيتي فوري ولا ان بيتي جاردان ديك لو ديشي ديال لي فروي ولا لي ليغوم كنديروهم في ديك الجاردان اللي عندنا وكنعتبروها كوم اسمده. دوك لي زيليمون اللي كنلوحو هو اسمده. يعني الاشجار ديالنا راه كيستافدوا منه. هذا هو التطور اللي خصنا نفكروا فيه. هذه من ناحيه. دونك ديك لي ماتيير اورغانيك يعني ان يكون واحد الاوزين اللي كياخذ هاد لي ماتيير اورغانيك ويصيب لنا الاسمده. كاين دي بلاستيك دي ماتيير بلاستيك. هذوك لي ماتيير بلاستيك كيوقع لهم لو ريسيكلاج وكنصايبو دي نوفو بلاستيك اللي كنستعملوهم في الحياه ديالنا. كاين مثلا دي ميتو هذوك لي كانيت كنديروهم حتى هما لو ريسيكلاج ديالهم وكنخرجوا منهم دي نوفو زيليمون اللي كنقدروا نستعملوهم. كاين عاوتاني مثلا لي باتري وكنعرفوا الخطوره ديال لي باتري. هذوك لي باتري راه ما خصهمش يتحرقوا وبالتالي راه فيهم ديك الماده ديال البلومب وفيهم بزاف الميركور وفيهم بزاف ديال لي زيليمون. الا مشاو تدخلوا لنا لو سول وقع لهم اون بينيتراسيون ديال وقع ديك لي بينيتراسيون راه يعني كيتخلطوا لنا مع الماء اللي كيكونوا في لا ناب فرياتيك وكيوقع لنا مشكل. دونك نفكروا اننا نخفضوا من انبعاثات الغاز في لي مويان دو ترونسبور ونفكروا اننا نديروا دي مويان الكتريك. وشفنا بوادر ديال دول ومنهم المغرب اللي ابتكر سيارات كهربائيه. عندنا لو تراموي راه كيتمشى يعني اون الكتريسيتي. كاين بعض لي بوس كيمشيو اون الكتريسيتي. كاين بعض لي تران ودابا الاغلبيه ديال لي تران ولاو كيمشيو اون الكتريسيتي. ما بقاش داك الفحم يعني الطاقه الاحفوريه اللي كانت هذه شحال. دونك كاين اون بتيت بروغريسيون كاين بواحد البوادر. ولكن المشكل كاين بعض الدول اللي هما متخلفه. دول العالم الثالث اللي كتكون يعني تعيا ما دير التوعيه كيبقى داك المشكل ديال هاد الدول هادو انو ريسبكت با هاد لي نورم اللي كنحطو وبالتالي غنوقعو في مشكل كيف ما كان الحال ولكن بدرجه اقل. دونك ظاهره ديال الاحتباس الحراري هي مهمه وكلشي خص
خصو يعرفها. فوالا نتمنى نكون وصلت لكم واحد واحد النسبه معينه من هاد الخطوره ديال الاحتباس الحراري. نتلاقاو في فيديو اخر وفي موضوع اخر. اي على بروشين فيديو ان شاء الله.